يعني اذا حفظناك من هون بيطلع من هون، نحفظك من هون بيطلع من هون. هلا هو مو صعب بس ما ان الوطنيه ما نشوف ولا مادة. انا شا وينه نسيتهم بالصف. سلام عليكم. مرحبا، كيفكن يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. وهلأ باقي إن شاء الله تعالى باقي كأيام للاختبارات النهائية للفصل الأول، وهلأ بنسأل ليمار وسيف وإسلام لنشوف كيف استعداداتهم للامتحانات. إيه ليمار، هات نشوف شو استعداداتك وشو هيك شو متحمسة لأحسن مادة عندك؟ أنا الحمد لله استعداداتي منيحة. نعم إيه. انا شايف جايب الكتب كله انه معود تحبيهم كلهم. لا اكيد يلا هذا يعني بدي افرجيكم انه ايه مواد العلوم ايه؟ ما بدي ادرسه. تمام. والرياضيات ايه؟ كمان ما بدي ادرسه. ايه. والمهني هلا هو مو صعب بس ما بدي ادرسه. ايه. اما الوطنيه صعب. حلو. ايه شو خليك العربي لحظة يعني إلا ما تطلع نعم. هيك مادة نعم. أما العربي كمان صعب، أهم شيء القواعد. والجغرافيا ايه؟ فيه زي بحار ومش عارفة إيش. والإنجليزي فيه كتير إنجليزي، فيه كتير إنجليزي ايه؟ أما التاريخ هي أحلى مادة. يا سلام أحلى مادة. طيب أنا أول مادة راح تقدموها وطنية وجغرافيا. طيب إذا وطنية وجغرافيا ليش مستمر التاريخ؟ التاريخ احلى. طيب ماشي بنحب. طب ندرس ندرس تاريخ عادي. التاريخ يعني اخر ماده لانه عشان احفظ وين جيب فيه علامه منيحه. ايه يا جماعه طبعا الموضوع مو موضوع انه والله هي بتقلنا بنكره هذا بنكره وهذا بنحبه. الموضوع انه لازم الانسان يحب الماده لينجح فيها. اما والله انا بدي احب ماده معينه وبعدين ادرسها واتقنها، فوالباقي المواد لازم اتقن كل المواد، لازم حتى الماده اللي بكرهها لازم احفظها، لازم احبها غصب عني لو انا بكرهها، لازم احبها كرمال اطلع فيها، صح يا ليلى؟ لازم ادرسها غصب عني مو احفظها. طبعا هي تحبيها او تدرسيها اللي هو حبيها مشان تحسني تدرسيها، هيك قصدت انا، تمام؟ وهذا المقصد الموضوع. الله يرضى عليكي، معناته المواد كلها بدك تحبيهم. هلا نجي على سيف. يا ايه يا سيف تعال عندي، انا جاي لعندك تفضل. ايه خليك 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 ايه خليك. هات لك شو شو حابب؟ ولا شيء. نيجاتيف 2008 اوف 10. هذا نعم اصعب ماده. شو الماده طيب؟ شو الماده؟ انجليزي. تمام. صعب سهل بس صعب بنفس الوقت. طيب شو هي المادة؟ عربي. ايه ماشي يلا عربي. هدول الاثنين احلى مادة. شو هن المواد هدول؟ علوم ورياضيات. تحبون كثير؟ احلى مواد. حلو. بس كمان نحن لازم كمان ندرس هدول. انت بتحب هدول مادتين. الموضوع يا جماعة انه هو جايب اربع خمس مواد، هو عنده اكثر من 10 مواد. كويس؟ يعني عم يخبي الباقي كرمال ما يظهرون لانه ما بيحبهم كمان. المفروض انه يجيبهم يورجينا بدرس كل شيء ما يخبي شيء. ماشي. طيب وين المهني؟ وين التربيه الاسلاميه؟ وين الوطنيه؟ ما نشوف ولا مادة. انا شايف وينه؟ نسيتهم بالصف. نسيتهم بالصف؟ طيب ليش نسيتهم بالصف؟ نسيتهم. يا عمي اول شغله نحن عم نحكي انه نسيتهم بالصف، معناته في استهتار. لا يعني اول شيء كم يوم باقي للاختبارات؟ 10 ايام. طيب المواد اللي بدك تدرسها ايش هو الماده اللي عندك بدك تدرسها؟ اول يوم علوم. انا بدي ادرس علوم. اول يوم علوم حلو. طيب بكي ضاعوا الكتب هذوك شو بدك تعمل؟ يا سيدي ان شاء الله يا سيف تطلع من الاوائل وان شاء الله بشوفك باحسن مراتب. شو توقعاتك ان شاء الله الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ الفيرست. قديش يعني؟ الاول. الاول ان شاء الله. قول ان شاء الله. ان شاء الله. يعني الانسان اذا حط بباله هدف على انه يجيب الاول ممكن يجيب الاول وباصرار. اذا حط بباله ما يجيب الاول او الثاني او الثالث، بس حط بباله الثاني او الثالث او الاول مثلا بيجيبه.
بس زمانه حاطه بباله صدقه في حياته والله اذا بيدرس الكتب وبياكلن اكل فلا يجيبه. بقى الانسان لازم يحب المواد اللي هو عم يدرسها لحتى يحسن ياخذ النتيجه المضبوطه اللي هو الاول او الثاني مثلا. وان شاء الله يا رب الله يجعل كل الاطفال متفوقين ان شاء الله يا رب. شو هلا حابه من الكتب هذول وشو اول ماده بدك تدرسيها؟ يلا بشوف. عربي صعب. حلو. رياضيات لسه اصعب. يا سلام سلم. اجتماعيات لسه اصعب بكثير. يا سلام. علوم لسه اصعب من الدنيا كلها. يا الله. بس الانجليزي I like English. يا سلام. وشو اول مادة لك كان عندكم؟ English. English كمان؟ طيب مو مشكلتك انت، مشكلتك انت عندك مشكلة. يعني إذا حفظناكي من هون بيطلع من هون. نحفظك من هون بيطلع من هون. شو قصتك انت بالحفظ؟ صعب. لا ما صعب. في الدور. ايه ان شاء الله يا بنتي ان شاء الله. شو طيب شو حاطه ببالك انت، الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ سيف. ما بدي مثل سيف، بدي انت الاولى. خلاص الاولى ان شاء الله تعالى يا رب. وادعي للعالم. طيب يوم عيد ميلادي لك ما بدي تح... طيب ادعي للعالم ان هن كمان ينجحوا وكل مين بيشوف الفيديو ينجح. إن شاء الله كل واحد عم يشوف هذا الفيديو ينجح ويجيب علامات كاملة. لا واكتبوا لنا تحت بالتعليقات إيش المادة أنتوا عندكم إياها المفضلة. يوم عيد ميلاد ولازم تمنون عيد ميلاد وكل عام وأنتم بخير. منقول اللهم ارحم شهدائنا في غزة ويرحم شهدائنا في كل فلسطين يا رب، ويرحم شهدائنا في سوريا يا رب، ويصبر الأهالي ويصبر كل إنسان على بلواه. والسلام عليكم. I like فلسطين. باي.